عندي لحمة مفرومة، بيض، بسكويت مملح، مطحون او بقسماط، بصل مفروم ولبن وسكر بني وبصل باودر وتوم باودر وشطة وبابريكا، ملح وفلفل وكمون، ده على جنب. اليمة التانية الصوص، عندي هريسة او هوت صوص، بعد كده عندي عسل نحل، وعندي سكر بني وصويا صوص ومعلقة نشا لو حبينا نربط بيها الاكل بتاعنا. ده الايه؟ البسكويت. وادي بابريكا، واخد شويه هنا على جنب كده، وادي شويه شطه، واخد شويه برضو على جنب للصوص كده، وادي توم باودر وبصل باودر، وادي سكر بني. وادي عدد واحد بضايع. دي البصلات اللي قلت لكم احتمال احتاجها، وادي زيت الزيتون، اديني فرصتي يا اخي يمكن اعبي شريط. ادي الكورات بتاعتي، بعد كده ادي الهريسه بتاعتي، ادي الصويا صوص، ادي شويه بابريكا، شويه سكر براون، والعسل النحل.